محافظة رأس تنورة وتسمى أيضا برحيمة لها تاريخ عريق قبل أن تنشأ بها إحدى أكبر مصافي النفط في العالم. تمتاز المحافظة والتي يبلغ عدد سكانها نحو 70,000 بهدوئها وتكاتف أهلها كأسرة واحدة. منحلها وارتحت نفسيتي يوم جيت هنا. أول أنا في شارعي القديم مرتاحة والحمد لله جيت بعد الشارع هذا في بيتي هذا ومرتاحة في أهلها وفي سكانها وفي رحيمة الدكاكين يعني ما شاء الله كله يعني حيش يعني. وحين قامت الحمد لله البيوت وقامت بندا وقامت البنوب وقامت المسايد الحمد لله يعني مرتاحين الحمد لله يعني. لم يمنع بعد المحافظة عن المدن لارتباط غالبية سكانها بالعمل في شركة أرامكو السعودية من وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد، فطبقت الإجراءات الاحترازية ومنع التجول والتزام سكانها بالقرارات بشكل ملفت. متعودين على نظام أرامكو ونظام السلامة هي أولاً كانت عندهم ومتعودين على ذلك ومتمسكينها في العادات الطيبة ومتمسكين على الإجوال عدم الخروج في الوقت المناسب ودخولهم في الوقت المناسب. كذا من الله أبتهج حيل وارتاح لحظة أحس أني دخلت برحيمة، لا جيت مدخلها تعابير الأفراح أحسها داخل كياني مقيمة. هكذا عبر عنها سعود الشبرمي أحد شعرائها. أنفال الحارثي، الإخبارية، راس تنوره.